شايفين منظره بعد ما اتغرق؟ يعني انا مش عاوز اوصف لكم الريحة والشكل والطعم بص الخضار بقى ايه دايب، حمص الصوص بقى بتاعه، الكسكس كمان مفتفت في كده يلا بينا نبدأ. انا جبنا طاسة حلة كبيرة وسخناها وحطينا فيها شوية زيت، هننزل بالبصل. طب خلاص البصلة بدأت تاخد لون معايا اهي، هنبدأ بقى ايه نفرش الخضار. هو بينزل زي ما هو كده سليم وبيستوي. هننزل الأول بالجزر والبطاطس عشان ده بياخد وقت الأول. نزلنا بالكرفس والثوم اهو، هننزل بالمية دلوقتي اهي. احنا محتاجين ميه كتير عشان احنا لسه هنسوي الكسكس على البخار بتاعنا. تمام، وهننزل بالتوابل. هننزل التوابل اللي قلنا عليها اهي، هنغطي عليها ونسيبها لغايه ما الكسكس تبدا البطاطس تبدا تستوي. طب احنا هنا قبل ما نسلق الكسكس احنا لازم نديله زيت الاول، نقلبه بالزيت وشويه ميه ساقعين عادي، ميه من الحنفيه عادي. تمام، عشان مش عايزينه يعجن معانا، احنا عايزين كل حبايه لوحدها. هننزل بشوية مية، طب دلوقتي هننزل ببقية الخضار. ودلوقتي بقى هنجيب مصفى ونحطها ونحط عليها الكسكس عشان نسويها على البخار بتاع الخضار. هنفرشه كويس ونحاول ايه ما تخليش مكافحة. عشان ما عندكش مصفى زي كده ممكن تجيب اي مصفى عاديه، بس المهم ان هي ما تنزلش تمسك الميه، تلمس الميه وتبقى ايه بعيده شويه وتقدر تغطيها وتكتم عليها البخار بتاعها عشان نقدر نسوي الكسكس على البخار. اديله 10 دقايق كده على البخار، وبعد كده 10 دقايق هنبدا بقى نقلبه كده بالراحه على البخار. هو لسه محتاج تاني، هو بدا يستوي معايا خلاص، يعني ما تستعجلش عليه خالص. كده كده الخضار من تحت بيستوي مع نفسه، هنديله تاني ايه 10 دقايق كمان. تحفة، هنضيف عليه آخر حاجة اللي هو الحمص بتاعه وهنقلبه بالراحة. خلاص بص المية كمان الصوص بتاعه تقل معانا اهو، يبقى حكاية بقى. ده لما نحط الكسكس من تحت والراحة ضايفين عليه كل الخضار ده بيبقى منظره وطعمه مش عايز اوصف لكم يعني. جربوا متنسوش بقى ايه الاشتراك في القناة. يلا بينا نلف. شايفين منظره بعد ما اتغرف؟ يعني انا مش عاوز اوصف لكم الريحه والشكل والطعم بص الخضار بقى ايه دايب، حمص الصوص بقى بتاعه، الكسكس كمان مفتفت في كده ومش متعجن، يعني كل حبايه لوحدها. بصوا شايفين المنظر، خد بقى كده بالصوص كده وعليه نعناع بقى فريش. يا سلام بقى النعناع ده كمان بيدي نكهه جميله جدا. يعني خلينا نقول بسم الله وتحية لأهل المغرب وأكلهم الجميل، نقول بسم الله وندوق. يلا بسم الله. تحفة والله العظيم بجد تحفة، جربوه هيعجبكم جدا. تحيات لأهل المغرب والناس الحلوة وأكلهم الجميل، وأتمنى الفيديو يعجبكم. متنسوناش في اللايك والاشتراك، وشكرا، سلام.